بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا من ذكرناه واحببناه شقيا ولا محروما. يا رب بفضلك وكرمك اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار. اللهم انظر لنا نظره لا تعذبنا بعدها، وتب علينا توبة نتوب بها توبة نصوحا لن نقرب المعاصي أبدا، لا في خواطرنا ولا على ألسنتنا ولا في قلوبنا ولا بجوارحنا. احفظنا حفظك يا رب العالمين لأوليائك. اللهم اجعلنا من أفضل أتباع أنبيائك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اطلب بنا لطفا يليق بكرمك يا لطيفا بالعباد يا رحيما بالعباد يا غفورا اغفر لنا يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل توبتنا. اللهم سدد السنتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. فرج الكرب عنا وعن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب افتح لنا باب فهم في كتابك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا باب فهم في كتابك بمدد حبيبك المصطفى، إذ لا يعلم مرادك من كلامك إلا أنت وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأمدنا بفتح من عندك بمدد حبيبك حتى نفهم كتابك متشابهه ومحكمه، حلاله وحرامه. ومع هذا الفهم ترزقنا العمل بمقتضاه والتخلق بأخلاقه وبلاغ ذلك للعباد. لا تجعلنا فتنة لأنفسنا ولا لأحبابنا ولا للمؤمنين ولا للكافرين. اجعلنا يا رب رحمة حيثما حللنا، وبارك فينا وأهلينا وما حولنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. تقبل منا صالح ما وفقتنا إليه من الأعمال، واغفر لنا كل ما اقترفناه من الذنوب والمعاصي بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. إن بارئنا اليك يا رب من كل دين يخالف دين الاسلام. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. فثبتنا على ذلك حتى نلقاك على اكمل حال من ذلك يا رب العالمين. اللهم رض عنا نبينا وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين. وشفعه فينا بكرمك وفضلك يا ارحم الراحمين. خلقنا بأخلاقه الكريمة، وأمدنا من مدده الكريم همة في الطاعة وفصاحة في اللسان وحكمة في القلب ونظرة فيها موعظة ونظرة فيها رحمة لأنفسنا ولمن حولنا يا رب العالمين. برحمتك أرحم الراحمين تب علينا لنتوب، واذكرنا لنذكرك، وتقبل ذلك منا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها كروبنا وتشفي بها أمراضنا وتصلح بها ذات بيننا وتنصرنا على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن وتنصر الإسلام والمسلمين وتمحو ما بيننا وبينك من حجاب يا رب العالمين. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا بأنفسنا محجوبين. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان يا رب العالمين، حيث قلت ففهمنا سليمان ففهمنا يا مفهم سيدنا سليمان. اللهم فهمنا
وأذل إجابة الغفلة عن قلوبنا وعن أذهاننا وعن عقولنا وعن أعيننا بكرمك وفضلك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تبنا إليك يا رب العالمين من كل عمل يخالف مرادك منا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن لك حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك، فما كان لك منه فاغفر لنا، وما كان لخلقك فتحمله عنا يا رب العالمين. اللهم احشرنا إليك بلا تبعة لأحد يا رب العالمين. كل من أساء إلينا برهناه من ذمتنا، فبرد يا رب العالمين ذمتنا ممن أسأنا إليه بفضلك يا أرحم الراحمين. كما برأنا من أسأنا إليه، إن أساء إلينا برئنا ممن أسأنا إليه بفضلك يا رب العالمين. واجعلنا محشورين مع نبيك بلا تبعة لأحد بفضلك وكرمك. يوم سلم سلم، اللهم سلمنا يوم سلم سلم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وكنا تكلمنا على الحديث 47، حديث الرؤية، رؤية المولى عز وجل في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا واجعلنا من أهل هذه الرؤية في الجنة وفي القيامة وفي الدنيا قبل مماتنا. كيف تخفى وبك ظهر كل شيء سبحانه. الحديث مروي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تنارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون؟ قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، فتخطف الناس بأعماله، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد،
ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن الله له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. وعن أبي سعيد إني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الطويل تكلمنا على الوجه الأول وهو قول أن تمارون، أي أنهم يرون الله رؤيا لا شك فيها ولا ضرر فيها، يعني لا يتدافعون ليروا، بل كل في مكانه يرى بوضوح كوضوح رؤية الشمس وقت لا سحاب معها ورؤية القمر يوم البدر لا سحاب معه. وأن التشبيه تشبيه في وضوح الرؤية لا في الحيز ولا في الجهة ولا في الإحاطة، ولكن فقط التشبيه في وضوح الرؤية وظهور الرؤية بحيث لا يماري أحد، فتصير تحقق الإنسان بهذه الرؤية تحقق ضروري لا يستطيع أن ينكره، فيصير علمه بالرؤية علم ضروري كأنه يراك أمامه، فلا يحتاج لدليل أنك جالس أمامه، فيصير علم ضروري من العلم الضروري الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، والعلم الضروري الذي لا يحتاج لدليل، صار من البداهة أنه لا يحتاج لدليل. يقول في الوجه الثالث فيه من الفقه جواز الاستدلال بالعلم النظري على علم الضرورة، علم النظري اللي هو العلم العقلي اللي ملوش مش محسوس، ممكن تستنتج من العلم الحسي علم نظري غير مدرك، يعني مثلا نقول نحن أن في الحس لا حركة بغير محرك ولا فعل بغير فاعل ولا شيء موجود إلا لابد أن يكون أحضره غيره، واضح؟ ده في الحس. إذا دخلت بيتك مثلا وأنت تعلم أن بيتك ليس فيه طعام معين، فدخلت البيت لم تجد فيه أحد ولكن وجدت هذا الطعام موجود، فلا بد أن تدرك بعقلك أن هناك من أحضره ولو لم تره، لأن العادة أن الطعام لا يأتي بغير آت به، وبالتالي أدركت من علم الحس وهو وجود هذا الطعام غير الموجود علم نظري آخر غير محسوس أن هناك من أحضره وأنت لا تراه، واضح؟ يبقى من الحس ممكن تستنتج العلم النظري الغير موجود. وعشان كده هذه القاعدة عرفها الأعرابي البسيط اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير،
يعني لما يلاقي بعره وهو ماشي في الصحراء الاعراب يعرف ان كان في قطيع غنم ماشي هناك مع انه ما شافش القطيع، ولو شاف اسد في الصحراء اقدام يعرف ان في ناس كانت ماشيه هنا بالرغم انه ما شافش حد. فاذا كان الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير، طب الاكوان اللي حوالينا دي سماء وارض وبحار ونبات وحيوان وانسان وما لا نهايه من خلق الله، الا يدل ان هناك من خلقها واوجدها ودبرها؟ هذه هو ده المعنى، ان ممكن من الحس تستنتج الغائب، يعني الحاضر يدلك على الغائب. هذه معنى الحاضر، علم ضروري تستعمله فتستنتج منه علم نظري. علم نظري يعني نظر عقلي، علم. وعلشان كده الناس يقول لك ايه ربنا عرفوه بالعقل، لان ربنا هو غيب الغيوب، لانه لو ظهر ما بقي معه احد، فلا بد ان تحتجب عنه بالاكوان لتراه، فانت ترى من خلال منظار الاكوان، لكن انت لا تستطيع ان ترى بغير منظار اصلا. ولما كانت الاكوان ما هي الا باستمداد الرحمه من الرحمه للعالمين، فانت لا ترى الا من خلال منظار النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو الذي من خلاله ترى ربك، لانه هو رسول رب العالمين، له عين على الحق يستبد وعين على الخلق فيمد، فينظر الخلق الى هذا الممد لينظر من خلال مدده الى وجود الله عز وجل. فهمت؟ فيبقى المساله عشان كده اقول لك ربنا ايه؟ عرفوه بالعقل، لانك ما تستطيعش انك تنظر اليه مباشره، لا تتحمل، اذا ظهر قهر سواه فلا يبقى الا هو، فلا بد ان يحجبك بحجب كثيفه كثيره متتاليه حتى تستطيع من خلال هذه الحجب ان ترى. فهي حجب لترى، لا حجب لعدم الرؤيه، بل هي حجب للرؤيه. فالاكوان حجاب للرؤيه وليس حجاب لعدم الرؤيه. واضح؟ كمثال انت تلبس النظاره لترى ما لا تستطيع ان ترى بسواها، فهي حجاب امام عينك، لكن حجاب ليريك لا حجاب ليعميك. فالاكوان كذلك هي هذه المنظار الذي من خلاله ترى وبغيره لا ترى. عرفنا كل ده ازاي؟ من العلم الضروري، ان انا مجرد ان انا نظرت للحس فادركت ان هناك غير محسوس. واضح؟ ادي معنى انك انت من خلال العلم الضروري تستطيع ان تستنتج العلم النظري العقلي. واضح؟ وعشان كده بداوا علماء علم التوحيد يعلموا الناس ايه؟ احكام حكم العقل لا محاله، الوجوب ثم الاستحاله ثم الامكان ثالث الاحكام، فافهم منحت لذه الافهام. لازم الاول تعرف احكام العقل، علشان من خلال احكام العقل دي تعرف ربك بالعقل. فهمت؟ احكام العقل مستمده من الوجود الضروري المحس، من خلال استعمال اعمال العقل دي ترى من خلال المحسوس غير المحسوس، وترى من خلال الحاضر الغائب. فلا بد تعرف احكام العقل الاول. في احكام عقليه، في احكام شرعيه، في احكام نحويه، في احكام طبيه، في احكام عرفيه. واضح؟ يبقى في احكام كثيره. احكام الشرعيه معروفه الخمسه، يا اما الشيء يبقى حلال او الشيء يبقى حرام او الشيء يبقى مستحب او يبقى مكروه او يبقى واجب، مش كده؟ هي دي احكام الشرع خمسه وخلاص. احكام العقل ثلاثه، احكام العقل ثلاثه بس، احكام حكم العقل لا محاله. فهم؟ لا محاله يعني ايه؟ يعني مستحيل تلاقي غير دول. التقسيم العقلي بيقول لك احكام العقل هم الثلاثه دول بس، عشان كده لك لا محاله. الوجوب يبقى العقل يقول لك ايه؟ الشيء ده واجب، أو يقول لك لا الشيء ده مستحيل، أو الشيء ده ممكن. يبقى أحكام حكم العقل الوجوب والاستحالة اللي هي جاية من المحال، يعني العقلي غير المحال العادي. في محال عادي وده بتلعب فيه الكرامة والمعجزة، لكن في محال عقلي اللي هو لا يستطيع العقل أن يتصور وجوده،
ده محال عقلي كاجتماع النقيدين او كأن او وجود شيء بغير موجب او وجود حركة بغير محرك. يستحيل العقل يقبل هذا، ان يلاقي مثلا حجرة دخلت علينا من الشباك ده واحنا قاعدين هنا، ان نتصور ان الحجرة هي اللي قفزت لوحدها، مستحيل. يبقى في واد من الورد دول الاشقية دول هو اللي رماها. طب انا شفت الواد؟ ما شفتوش، غائب. لكن استدللت عليه بايه؟ بالحس. واضح؟ لا يتصور العقل اصلا ان في حركة بغير محرك، ولو تصورها يبقى زال العقل، يبقى مجنون، يبقى فقد الكلام معه. واضح؟ يبقى المستحيل العقلي هو الذي لا يتصور وقوعه كاجتماع النقيدين وكغياب الخالق، لأن الأكوان كلها معترفة أنها مخلوقة بما فيها أعقل ما هو موجود وهو الإنسان. ما قالش أن أنا خلقت نفسي، واضح؟ ما قالش، ما حدش ادعى أنه خلق نفسي. حتى اللي قالوا أنا ربكم الأعلى من الفراعين المجرمين ما قالش أنا خلقت نفسي، واضح؟ وما قالش أنا إلهكم، قال أنا ربكم، يعني بدبر لكم الأرض، أنا رب الأسرة، أنا رب الأسرة المصرية الكبير. فهمت إزاي؟ هذه الحكاية. لكن قدر يقول أنا إلهكم؟ ما يقدرش، لأنه عارف إن له من خلقه وأوجده. أيوة، ما هو بقى إيه؟ بعد ذلك جبره أنه حول الربوبية التي كان يقوم برعاية هؤلاء الناس من حيث إدارة شؤونهم إلى تأله بقى وعبادة. هي دي بقى الضلال الكبير. إنما لو سكت وقال أنا ربكم وسكت وما قالش الأعلى ولا قال إلهكم كان صحيح، كلامه صحيح. فرب الأسرة هو الذي يدبر أمر الأسرة. لكن لا، ده قال ربكم الأعلى. الأعلى دي اللي كفرته، وإلهكم اللي كفر. إنما لو قالنا ربكم وسكت نقوله ماله؟ أنت ربنا، ما يجبش حاجة. ما سيدنا يوسف قال إنه ربي أحسن مثواه على عزيز مصر، واضح؟ لكن ما قالش ربي الأعلى. فهمت يا سيدي؟ يبقى ما فيش حد ادعى بينه وبين نفسه كده بصراحة إن هو أوجد نفسه. فيستحيل إن العقل يتصور إن هو وجد بغير موجد، يستحيل. وبالتالي فرض غياب الإله، هذا الفرض مستحيل ونشأ من ناس مجانين. اللي يقولك الكون وجد بنفسه، النظريات الفلسفية اللي قالها دول فلاسفة زال عنهم العقل. دي في الحقيقة كده، وعشان كده لما تشوف سيارهم مجانين الفلاسفة تلاقيهم عالم هبيل، كان عقله كده مش منضبط. حتى في حياته العادية بني آدم غير منضبط، عنده هلاوس. فهمت بقى؟ فكل من أنكر وجود الموجد الخالق يعتبر غير عاقل، لأنه أثبت المحال العقلي الذي العقل السليم يحيله، أن هناك موجود بغير موجد، أن هناك حركة بغير محرك. واضح؟ يبقى المحال العقلي يستوجب عدم تصور غياب الإله الذي خلق الأكوان، كما أن الواجب العقلي يستوجب عدم تصور أن يستوجب إثبات وجود الإله. يبقى الواجب يثبت والمحال ينفي. فالواجب العقلي لا يتصور أن تكون الأكوان بغير موجد، فلا بد أن يكون موجد له. فالواجب العقلي الحقيقي هو الله عز وجل في الأكوان، والمحال العقلي هو وجود شريك له أو غياب الباري. بس ما لهمش مثال تاني للواجب اللي هو واجب الوجود، يسموه واجب الوجود. واجب عقلا أن يكون موجودا، هذه معنى واجب الوجود. ومن هو واجب الوجود الذي عقلا لابد أن يكون موجودا؟ هو الله. طب ومين بقى الممكن؟ كل ما سوى الله ممكن. ممكن يعني يخلق إنسان يمشي على عينيه؟ ممكن. إيه المشكلة؟ يعمل له عينين كده طويلة شوية ويمشي عليه، إيه المشكلة يعني؟ ممكن يتصور هذا في الخيال، وقدرة الله قادرة أن تحول الخيال إلى حقيقة.
يمكن أن يتصور هناك مخلوق له رأس على كل طرف من أطراف أصابعه؟ ما يبقاش ليه رأس واحد؟ تقول ممكن، بس إحنا ما شفناهاش، لكن القدرة ممكن تخلق. إيه الممكن؟ ده اسمه ممكن عقلي. الممكن العقلي اللي هو إيه؟ يمكن تصور وجوده ويمكن تصور غيابه. إنما المحال العقلي لا يمكن تصور وجوده، والواجب العقلي هو الذي لا يمكن تصور غيابه. فهمت بقى؟ ثلاث أحكام بس. أقسام حكم العقل لا محالة: الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الإيه؟ الجواز اللي هو الإمكان ثالث الأقسام. فافهم منحت لذة الإفهام. من خلال الأحكام العقلية دي عرفنا الله من غير ما نشوفه. فهمت بقى؟ من خلال الأحكام العقلية أنت تشوف ولد ماشي في الشارع، ده بدي يبقى ليه أب، صح ولا؟ شفت أبوه؟ بس تحلف إن ليه أب وأنت صادق، ولا تتصور لحظة إن وجد بغير أب، صح ولا لأ؟ بالرغم إنك ما شفتوش. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الناس العوام يقول لك إيه؟ ده يا أخي ربنا عرفوه بالعقل. جايبينها منين؟ إن علماء الأزهر زمان كانوا بيعلموا العوام. علماء الأزهر جايين من جميع بلاد مصر، أرياف وغير أرياف ومدن، يروح بلده في الأجازة شهرين في السنة أجازة، يقعد مع أهل قريته وأهل بلده في المسجد، يقعد يعلمهم الأدلة العقلية والأحكام وبتاع، لدرجة ما شاع عند الناس ما هي إلا ألفاظ العلماء اللي كانوا بيعلموها لهم، فأصبحت يعني إيه؟ أمثلة عامة عند الناس. حتى العام اللي ما يعرفش يفك الخط يقول لك يا اخي ده ربنا يعرفه بالعقل، يقعد يهدى شويه بس نقعد نحسبه. شوف ربنا يعرفه بالعقل دي جايبها اصلا من قواعد العلم الازهري. فهنا بيقول لك الشيخ: الوجه الثالث فيه من الفقه جواز الاستدلال بالعلم النظري، النظري اللي هو العلم العقلي اللي يحتاج نظر العقل، على علم الضروره اللي هو علم المحسوس وبنائه عليه، وأن العلم النظري، وعشان كده لابد أن تكون المعاني لها ارتباط بالمحسوس. المعنى له ارتباط بالمحسوس، يعني المحسوس ما هو إلا ليدلك على المعنى، والمعنى ما هو إلا ظل المحسوس. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فالظل دي معاني كتيرة، ده الآية دي معجزة، كل ما تعود تفتح فيها لها معجزة. سبحانه. وفيه من الفقه أيضا أن يخاطب كل شخص بما يفهم. النبي بقى صلى الله عليه وسلم كلم العرب بحاجة متفقين عليها. العرب عايشين في الصحراء، سقفهم السماء، الحاجة اللي هم يعني يشوفوها بوضوح خالص هي الشمس والقمر، تعاملهم مع الكواكب. إنما لو قال لهم النجوم، مش كل واحد بيشوف كل النجوم، ممكن يبدو خافت ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم بما يفهمون، فجاء بعلم ضروري معلوم لا ممارا فيه، وشبهه بعلم نظري ما حصلش لسه هيحصل يوم القيامة إن شاء الله، يعني علم غيبي، وقاسه على علم الواقع، فربط الغيب بالواقع، لأن الغيب ما هو إلا ظل للواقع، والواقع ما هو إلا صورة للغيب. وفيه من الفقه أيضا أن يخاطب كل شخص بما يفهمه، لأن العرب فهموا عنه عليه الصلاة والسلام المعنى الذي أشرنا إليه، ولو كانوا غير عرب لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام إلا بما كانوا يفهمون عنه. العرب يفهموا إن لما النبي شبه رؤيتهم لربنا برؤية الشمس والقمر أنه لم يشبهها يقصد الجهة والتحيز والإحاطة، لا، ده فهم الوضوح، فهموا أنه تشبيه للوضوح، لأن العرب تفهم، العرب عندها مجاز وعندها حقيقة وعندها تشبيه، عندها حاجات كتيرة في اللغة،
وعلشان كده العرب اول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش ان ربنا يعني متحيز، ما جاتش ببالهم اصلا، لان هو في العقل بيقول ان الخالق لابد ان يكون مغير للمخلوق، وان الصنعة فارق صانعها، وربنا بيقول لهم في القرآن ليس كمثله شيء، خلاص بقى انتهوا. فعرفوا على طول ان النبي يشبه في وضوح الرؤية لا في جهة الرؤية ولا تحيز المرئي، واضح؟ ولو كانوا غير عرب لم يبين لهم عليه السلام إلا بما كانوا يفهمون عنه. يؤيد ذلك قوله عليه السلام خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يعني العرب ليهم مفاهيم في كلامهم، لو جدت ترجمة حرفية للغة تانية ما يفهمهاش. يعني العرب مثلا يقول لك ايه، تقابله في الشارع رايح فين، يقول لك انا رايح اكل عيش، تفهم منها ايه؟ انه رايح شغل. رايح اكل عيش يعني ايه؟ انا رايح عملي اللي بيجي لي رزقي منه. طيب لو انت ترجمتها ترجمة انجليزية حرفية، وبعدين ايه لغتك في اللغة الانجليزية ضعيف، فواحد انجليزي قابلك كنت رايح شغلك وتقول له ايه؟ I going to eat bread مثلا، يفتكرك رايح الفرن تشتري عيش على طول كده، مش كده برضو؟ لانه مش عارف المصطلح، فلابد انت تكلمه بقى بلغته بمصطلح. يعني مثلا العربي يقول لك انا هكتب كتابي، يعني هيعقد عقد على ورق. طيب لو قلت لواحد مثلا اجنبي I write my book، يفهم منها انك انت هتتجوز؟ مش هيفهم منها. حد يفتكر منك انك انت بتكتب كتاب، بتألف كتاب. فهمت بقى ان كل لغة ليها مصطلحها، ولازم ما تخش للغة تدخل من باب اهل اللغة. ففي مصطلحات، وفي مصطلحات انجليزية كمان لو عرفتها تعريف كده حرف كلمة كلمة تلاقيها مش هي المرادة عند الانجليز، expressions يسموه، مش كده برضو؟ يبقى برضو العرب عندهم expression. الرسول صلى الله عليه وسلم العربي يقول مثلا لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، يعني إن شاء الله تموت وتعدمك أمك. ده ترجمتها الحرفية كده، لكن هو النبي كان يقصد كده ثكلتك أمك، يعني أطال عمرك وبارك فيك. خرجت عن معناها الحرف المعنى جديد، زي إيه؟ فاصفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني التصقت بالارض، يعني ما بقاش حلتك حاجه، يعني على الحديده افتقرت، حتى الحديده بعتها. بلغه المصريين تربت يداك يعني افتقرت. يقوم النبي يقول لك فاصفر بذات الدين عشان تفتقر. تربت يداك هنا يعني اغناك الله، بقت معناها العكسي، بقى اكسبريشن. فلا بد تفهم انها تحولت الى مصطلح. مين اللي يفهمه؟ العربي. فهمت بقى ازاي؟ واحد مثلا يترفد من شغله في بلد انجليزية، يقوم يقول له why you cut my bread، ليه قطعت عيشي؟ واخدها مش هيفهمها بقى الانجليزي، مع ان لو قال ليه قطعت عيشي بالعربي نفهم على طول ان احنا يعني الراجل طرده من الشغل، صاحب العمل طرده من العمل. فهمت بقى ليه النبي بيكلم الناس بما يفهمون صلى الله عليه وسلم؟ يكلموا بالمصطلح اللي يفهموه. وقايل لنا كمان هو في الحديث خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اعرف الاول لغه الناس وبلغهم كلام النبي على مفهوم مراد النبي، مش بنفس ترتيب حروف كلام النبي، لان يمكن لو ترجمتها ترجمه حرفيه تدي معنى مخالف في اللغه الثانيه. فانت تترجم المعنى مش تترجم الحرف، لانك قد تترجم الحرف يدي معنى مخالف زي الامثله اللي اديتها، واضح؟ فادي هنا بيبين لك ازاي. وعلشان كده ربنا بيقول ايه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، يعني يفهم. يبقى لابد يبقى بلسان قوم عشان يفهم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ويؤيد ذلك قول عليه خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اي على قدر ما يفهمون، وعلى روايه تضامون اي لتتراغطون، لان القمر اذا ارتقب في اول ليله تضاغط الناس على من ابصر لكي يريهم اياه، ويتعبون في ادامه النظر اليه، وبعضهم يتعب وقد لا يرى لضعف بصره، واذا كان ليله كماله لم يتضاغط احد مع احد ولا يتعب احد في رؤيته،
يعني يوم الهلال نقعد قاعدين جنب الراديو عايزين نشوف بقى فضيلة مولانا المفتي هيقول لنا ظهر الهلال نصوم بكرة ولا من صبح، عشان مستنين واحد كده اهو قاعد كده هناك بيبص قالك انا شفت ايه ده، تاني يقول له لا يا شيخ مش معقول، طب تاخر كده يقوم واحد تاني يقول لهم انتوا صاير مش شايفين حاجة، يعني يبذلوا مجهود عشان يشوفوه، بعدين يجيبوا الآلة تلسكوب وبعدين يسألوا علماء الفلك وبعدين يتصلوا بكل دول العالم، هل ثبت الهلال عندكم؟ هل ثبت الهلال عندكم؟ شفت صعب في أول ظهور الهلال دي عملية صعبة مشكلة، فهمت ازاي؟ لكن يوم البدر بنبعت واحد يشوفه، شوفوا ايه بقى؟ ما بيقول انا اهو، فهمت بقى؟ فعشان كده النبي شبهها لك قال لي لا تتطاغطون لا تضامون لا تمارون ولا تضارون، كل دي روايات يدل على ان النبي اختار لفظ واحد وكل عربي من الصحابه عبر عنها بمفهومه، لانه النبي اكيد قال لفظ واحد لكن كل واحد سمع عبر عنها بما فهمه، فواحد فهم ان الكلمه معناها لا تمارون تجادلون فيها او تشكون، والثاني فهم لا تضمون يعني ايه لان الشك نوع من الضرر، والثاني لا تضرون لان الضم قد يؤدي الى ايه والتزاحم على الشيء غير المرئي بوضوح قد يضر بعض الناس بعضهم البعض، فكل دي روايات تدل على انها تبقى رؤيه واضحه صريحه مريحة، واضح؟ في موقف شديد الزحام مش هيبقى فيه تزاحم عليه، دي واضحة خالص. وبعضهم يتعب وقد لا يرى لضعف بصره، وإذا كان ليلة كمال لم يتطاغت أحد مع أحد ولا يتعب أحد في رؤيته، بل قد كسى نوره جميع الأرض وانشرحت له الصدور، فيكون معنى هذا الوجه مثل الأول في تحقيق الرؤية وزيادة معنى ثاني أنكم أيها المؤمنون كلكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر عند كماله دون سحاب والشمس دون سحاب بلا تعب، كذلك ترون ربكم حقا لا شك في ذلك كما يشهد له آخر الحديث. الوجه الرابع قوله عليه الصلاة والسلام ترونه، كذلك عائد على تحقيق الرؤية التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنهم لا يشكون في القمر ولا في الشمس بتلك الصفة، فنقول كذلك حق يرونه بلا ريب ولا امتراء. وهنا تنبيه وهو أنه لا يلزم من الرؤية التحديد ولا الإحاطة، يعني على فكرة رؤية الشيء لا يلزم منها التحديد ولا يلزم منها الإحاطة، قد ترى الشيء ولا تحيط به، واضح؟ ديك مثال، وقد لا ترى الشيء وتكر بوجوده ولا تستطيع أن تنكره. الجاذبيه الارضيه انت شايف حبل بيبقى جاي مدلدل كده يشد اي واحد فوق عشان يوقعه، مش شايف؟ لكن طب ايه اللي موقعه يعني؟ لما يجي ينط من فوق كده تلاقي الجر نزل على الارض، تسال واحد من اللي بينكروا وجود ربنا طب ليه بيقع كده الجسم الساقط على الارض، يقول لك الجاذبيه الارضيه جاهل، تقول له طب فين الجاذبيه دي، انت بتحط ايدك كده تحتيه ما تلاقيش حاجه، لا حاسسها ولو طلعت لسانك مش هتلحسها مش هتدوها ولا تزاق، وفي نفس الوقت لو بصيت بعينك لا تلمسها، طب انصت كده ما تلاقيش حاجه مسموعه بتشد، لا مسموعه ولا محسوسه ولا مرئيه ولا حاجه خالص. والتاني اللي بينكر وجود ربنا يقول لك الجاذبيه يا جاهل، طب شايفها يا جاهل، يقول لك لا مش شايف، طب بتنكر وجود ربنا يقول لك اصلي مش شايف، تقول له انت اللي جاي، طب ما ربنا خلق اشياء ايه غير مرئيه وانت لا تنكر وجود، فكيف تنكر وجود الحق لانك لا تراه، يوم ربنا يقول لك فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. واحد قريبك في العنايه المركزه في المستشفى تعبان ويطلع في الروح وانت قاعد جنبه تقرا القران عشان ربنا يسهل اموره وتورس، واخد بالك؟ هو برضو يستريح وانت هتستريح ماشي الامور، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، او ربنا يسهل اموره علشان انت بتحبه مش عايزه يتعب حتى ايه سكرات الموت، ما يجراش، كل واحد بنيته، ما هو كل واحد ماسك القران وبنيته، الله اعلم بقى ناوي ايه. المهم والراجل قاعد ايه بياخد نفسه كده والحمد لله، يعني ربنا ايه بعت له ايه بعت له رسل الموت شغالين حوالين السرير
تمام. شفت انت رسل الموت؟ شفت. بعد شوية تلاقي مات. طب شفت روحه؟ شفت حاجة؟ حسيت حاجة ولا شفت حاجة؟ لا. وتطلع تقول لي قرايبه ايه؟ روحه طلعت. شفت حاجة؟ لا ما شفتش. بس ما بقاش يتنفس. يبقى انت مدرك ان في روح وانت لا تشوفها ولا حسيتها ولا وزنتها ولا لمستها ولا حسيتها. روح فيك وروح في غيرك. طب شفت روحك؟ اين موقع روحك فيك؟ في ودنك ولا في مناخيرك ولا في عينك ولا في شعر الدماغ ولا في طرف رجلك تحت ولا في القلب؟ يقولك لا، ده في كل مكان وليس لها مكان. روحك في كل مكان وليس لها مكان، يعني ملهاش مكان معين. هي موجودة في كل مكان وفي نفس الوقت لا مكان لها، يعني متصلة منفصلة في آن واحد. هو ايه الكلام اللي هتلخبطني ده؟ بقى متصل ومنفصل في آن واحد. روحك كده مخلوقة فيك كده. ده روحك بتطلع منك وتشوف المنام وانت نايم، وتروح تزور أمريكا، وتروح تصلي ركعتين في الكعبة ما شاء الله، وتقابل النبي وتجيلنا وتقول لنا شفت رؤية حلوة امبارح، وانت جسدك لم يفارق السليم لأن روحك طلعت الحمد لله بسهولة كده وراحت حيث شاءت ورجعت تاني مع عدم انفصالها من الجسد. لأن لو طلعت وانفصل الجسد يبقى نايم ميت، لكن ده نايم بيتنفس. يعني عشان كده توصف الروح علاقتها بالجسد أنها متصلة منفصل في آن واحد. متصل منفصل؟ آه والله متصل منفصل. طب موجودة في أي حتة لما بتبقى متصلة بالجسد؟ في كل مكان في الجسد. في ضفرك؟ آه في ضفرك. في شعرك؟ آه في شعرك. حتى في مناخيرك؟ سبحان الله. حتى في كل حتة ملهاش مكان؟ ملهاش مكان. في كل مكان؟ في كل مكان. تستعجب بقى اللي خلق الروح يقول لك وهو معكم اينما كنتم واقرب اليك منك؟ تستعجب؟ اذا كان خلق فيك ما لا تدركه وهو في كل مكان وهو في غير مكان في ان واحد، ومتصل وهو منفصل وهو في ان واحد، قريب في بعده وبعيد في قربه، باطن في ظهوره ظاهر في بطونه. تقوم تستعجب لما توصف ربنا كده وانت اصلا فيك من خلقه اللي هو كده. شيء عجيب اللي بينكره وجود الاله. مجانين لم يدركوا الواقع ولم حتى ينظروا الى الحس نظر عبره بحيث يستنتج منه الغايه. طب انت دلوقتي طلع سلك الكهرباء كده، الحمد لله النور ايه منور، شايف حاجة في السلك؟ ماشي يعني عشان توصل لحد البتاع ده ينور. بعد شوية يجي بتوع الكهرباء يقطع النور، تلاقي المصباح اتطفى، تقول أصل النور قطع. يا وادي عاقل، طب أنت شفت حاجة اتقطع؟ ما هو أصل المصباح كان منور يا عم الشيخ وبعدين اتطفى، يبقى النور قطع. طب أنت شفت يعني الكهرباء اللي بتمد المصباح ده ماشية في السلك فامتنع؟ قال لا، هو حد بيشوفه يا عم الشيخ. لا حول ولا قوة. الشيخ الزهر جرب حاجة. ما هو انت ما تشوفش، هو دي مخلوقة، الكهرباء دي مخلوقة ولا ترى، ولكن توقن بوجودها من وجود اثرها، وما حدش يقدر ينكر انها موجودة مش موجودة لان الاثر موجود. الاثر يدل على ايه؟ المسير. شفت بقى انك انت اذا نظرت للحس نظر عبرة دخلت الى الغيب بنظر إيمان. إنما طول ما أنت بتنظر للحس بنظر حجاب، فسبحان الذي جعل الأكوان حجاب موصل للمؤمن وحجاب حاجب للكافر، فيجعل الدواء عين الداء، فتكون الأكوان داء الكافر ودواء المؤمن. هي الأكوان برضو مثل واحد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شفت بقى إزاي؟ فأما الذين يؤمنون فهو إيه؟
يبقى لهم عظة وشفاء. وأما الذين لا يؤمنون فهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى الدليل عمى على اللي يريد الضلال، والدليل نفسه موصل للي يريد الحق. فأنت قلبك عايز الحق، ربنا هيخلي الدليل ده يوصلك. قلبك عايز الضلال، هيخلي الدليل ده هو اللي يتوّل. هو الدليل واحد، وقلبك هو اللي بيحوله إلى موصل أو قاطع. شفت بقى الحكاية؟ وعشان كده إن الله يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية. فإن شئت الهداية وجدت الهداية في كل شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله. أنت لدرجة إن أهل الهداية يقولك وهل يحتاجوا إلى دليل؟ هو ربنا يحتاج لدليل، هو غاب علشان يحتاج لدليل، سبحان الله، لأنه شايف الأدلة واضحة. أمال مين اللي بيحتاج الدليل؟ الكافر. إنما المؤمن ما يحتاجش الدليل. سيدنا الإمام الرازي كان متخصص في أدلة علم التوحيد عشان يناظر الفلاسفة الملحدين، تخصص الدقيق. كان هو طبيب وكان فيلسوف وكان عالم شريعة وعالم أصول ومفسر، كان شغلانة هو لوحده كده أمه، الإمام الرازي رحمه الله. فمن ضمن تخصصه الدقيق أنه هو يصنف في الأدلة العقلية والحسية على وجود الباري، لينافح العقول التي تنكر وجود الله عز وجل. فألف كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. دخل بغداد، جاي يزور بغداد، كل بغداد اتقلبت وطالعين يقابلوه هناك في المطار. كانش عندهم مطار يعني، لسه مش طيارات يعني، يقابلوه في المكان اللي هم الناس بتدخل البلد، واخد بالك؟ احنا نسميه بالرمز كده المطار، في صالة كبار الزوار. دنيا مقلوبة هناك. ليه؟ بس الإمام الرازي جاي، أكبر علماء عصري. فواحدة ست غلبانة كده ماشية في سوق بغداد، لقيت كل المحلات قافلة. هي راح تجيب شوية خضار، عايزة تروح تطبخ لعيالها. ايه الدنيا مقلوبة ليه؟ لا النهاردة عيد ولا حاجة. يا جماعة في ايه؟ قالوا لها اسكتي يا جهلة، ده في الإمام الرازي النهاردة داخل بغداد وكل الناس راحت تقابله. قالت لهم يعني الرازي ده بيعمل ايه الرازي ده؟ قالوا لها لا حول، يا جهلة، ده ألف كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت سبحان الله، هو في قلبه 1000 شك على وجود الله عشان يجيب 1000 دليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وراح تمشي ولا راح تقابله حتى. ليه؟ لأنها خلاص هي فأينما تولوا فثم وجه الله. اللي عايز دليل للكفار، إنما المؤمن خلاص بدايتها أشهد أن لا إله إلا الله، بدايتها شاهد خلاص، مش محتاج. والحمد لله الذي هدانا لهذا. يبقى لا يلزم من الرؤية التحديد ولا الإحاطة، واخد بالك؟ انت تشوف أثر الروح، لكن لا تقدر تحد الروح ولا تحيط بها ولا تعرف مكان. لكن شايف صح ولا لا؟ حد ينكر ان فيه أرواح بتحرك الأجساد؟ ما حدش يقدر ينكر. لكن هل رأيتها رؤية إحاطة؟ هل رأيتها رؤية مكانية؟ ما رأيتها. لأن بعض مخلوقاته سبحانه يراها، نراها ويعلم بالقطع أنها محدودة، ولكن لا نحيط نحن بها، مثل السماء والأرض. السماء أنت بتشوفها وتقدر تحيط بها؟ أنت يدوب بتشوف بس على مساحة 12 ميل داير داير، اللي هي التقاء الأفق بالسماء بالأرض، 12 ميل بس، تقوم يجي لك إحساس أن السماء طبقت على الأرض هناك قبله بعض. لكن أنت شايف قبة بس كده، حتة من السماء. فعلشان ما أحطش بالسماء تبقى ما رأيتش السماء، ثم أنت بترى السماء ولا تحيط بها، فهمت؟ وهي مخلوقة من المخلوقات، وكذا الأرض والقمر وغيره. لا، القمر علشان من بعده أنت بتشوفه دايرة خلاص، موجود في الحتة دي دايرة، هو عايز يدي لك حاجة أن تراها ولا تحيط بها. كسب مثلا، لكن محصور في حد، ومحصور في حيز. لكن السماء لا هي محصورة في حيز ولا محصورة في حد، هو عايز يجيب لك مثال بهذا المعنى.
ونحن ندرك كل واحدة منها ونبصرها، اللي هي السماء، ولا نحيط بها، ونحن نعلم بالضرورة أنها محصورة محدودة. بالضرورة يعني إيه؟ بالحس الذي صار واجب عقل، ما حدش يقدر ينكره. فلما صار واجب عقل بقى ضروري، خلاص حدش يقدر يماري فيه. فكيف بمن ليس كمثله شيء سبحانه؟ يبقى ما تقرا لا تدرك الابصار لا يحيطون به علما. فعلا اذا كان من بعض مخلوقاته لا يحاط به علما، وبعض مخلوقاته لا تدرك بالابصار، فكيف الذي خلق ذلك؟ تقوم تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه الحكايه. تنبيه ثاني، وهو انه لا يلزم ايضا من الرؤيه الجهه، لان نرى من خلقه كثيرا وليس هم في جهه، مثل الليل والنهار فإن نبصرهما وليس في جهة. فكيف بمن ليس كمثل شيء؟ تنبيه آخر أيضا، وهو أنه لا يلزم من الرؤية إدراك جميع الصفات، فإن نبصر من بعض مخلوقات ما نبصره ولا ندرك منه حقيقة صفة منه الماء. كل دي أدلة جايبينها من كلام الرازي، واخد بالك؟ اللي هي الألف دليل اللي ما عجبوش الست، واخد بالك؟ يعني هو بيجيب أدلة للإيه؟ للفلاسفة، ان لا يلزم من اننا لا نراه ولا ندركه وانه غير متحيز، انه غير موجود، لان هناك من المخلوقات انت بتقول انها موجوده وانت لا تحيط بها وانت تراها ولا تدرك صفاتها. الميه لما تبقى نقيه كده تقدر تقول لي حقيقتها ايه؟ ده بتاخد لون الاناء وبتاخد شكل الاناء، فلا شكل لها محدد ولا لون لها محدد. حطتها في عينها احمر تطلع ميه حمرا، حطتها في عينها ابيض شفاف تطلع بيضاء شفاف. اناء يعني ليه كده شكل معين، تاخد شكل الاناء، اذا كانت شفشه، اذا كان كوز، اذا كان كوبايه، اذا كان فنجان، تاخد شكل مطوضع فيه، مش كده بقى؟ اهي الميه اهي. تقدر تقول لي ايه صفاتها بقى بالظبط؟ شكلها ايه؟ شكلها شكل انائها التي توضع فيه. يعني ايه؟ يعني ادركتها من خلال غيرها، لكن ذاتها هي تعرف ذاتها، تعرفش ذاتها. وطول النهار قاعدين نشرب ميه عشان او بنشرب ميه، ايه شكلها؟ شكل الاناء. لو جابوها في اناء غير شفاف يبقى معتم، ولو جابوها في اناء ملون تطلع ملون، كاس تطلع شكلها كاس، جردل يبقى شكلها جردل، برميل برميل. تقول له ايه ده، هي الميه برميل؟ انت مجنون ولا ايه؟ شفت بقى ازاي؟ يعني اللي بينكر وجود الله حقك تقول له انت مجنون ولا ايه؟ والله دي الحقيقه. لا الروح لا. طعمها ايه بقى يا دكتور؟ جميل. ما عزب مراد، عايز تعرف؟ دوق. من ذاق عرف. ولا ندرك منه حقيقة صفة منه الماء فإن نبصره ونشربه، ولا نعلم له لونا، لأنه كلما جعل في شيء يكون لونه لون ذلك الشيء، وحقيقة لونه القائمة به لا يدركها أحد، ولم يقدر أحد من المحققين أن يخبر عنها بلون ماء. عشان كده في الآخر يقول لك شفاف، الماء ده شفاف، هو شفاف ده لون؟ شفت بقى؟ لكن هو بقى ليه لون. طب ما أدركتوش ليه؟ لأن عيني لا تدركه، لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنت بتشوف من الألوان ما بين البنفسجي والأحمر، عينك صالحة بس تشوف بين البنفسجي والأحمر اللي هي حزمة الطيف. طب وبقية الألوان اللي ربنا خليها، فأنت ما تشوفش منها حاجة، عينك غير صالحة أنها تراها. فهمت بقى؟ احتمال الحمار، حمار ده أصله بيشوف إيه؟ الإنفراريد، لأنه بيشوف الشيطان. يبص للمية يلاقيها لون غير اللي انت بتشوفها بي. حتى لو مش مصدقني روح اسأل. واحتمال يكون الديك عينه بتشوف الايه؟ الفوق بنفسجي، الديك، لانه بيشوف الملائكة فيأز، فيمكن بيشوف المية لون غير اللي انت بتشوفه. مش مصدقني روح اسأل الديك، بس ما عندناش ديك عشان انفلونزا الطيور، كله موجود في الاكياس جوه التلاجات. كان زمان الناس عندهم ديك كده تسمعه، ده كان زمان عندنا بنربي فراخ وانا صغير، يعني كانت امي غاويه بتربيه الفراخ، كان عندنا ديك عجيب، اصلها كانت هي عملت عشه في الاوضه اللي بذاكر فيها. اه والله
فأنام والفراخ في أبائي. حكم الأوعى الضعيف، أمي بقى حاملين، واخد بالك؟ لأن أصحاب البيت كانت بتربي الفراخ في السطوح، جم زعلوا معاها قالوا لها ما تربيش في السطوح. راحت عملت عشة ونزلت الفراخ على قفايا في البلكونة اللي فيها أوضتي اللي بذاكرها. فكنت في ديك عجيب فيها كان يأذن، يعمل الأذان بتاعه كده اللي هو إيه يعني، يطلع صوته أبص ألاقي الميكروفون أذان الفجر، كأن عارف حاجات غريبة، حاجات غريبة فعلا، لدرجة إن قالوا يستدلوا بدخول وقت الفجر بالديك المجرب. دي مكتوبة في كتب الفقه، يقول لك الديك المجرب، ما كانش عندهم ساعات، بس الديك ده عارفينه عند الجيران كل يوم يأذن وقت الفجر، ده ديك مجرب. يوم يجي المؤذن يسمع الديك المجرب ده يروح مأذن على طول. مجرب يعني ايه؟ الخبره. كل يوم بتشوفه بيأذن في نفس الوقت، يبقى الديك ده هستفيد. دياك على فكره ساعتها مأخره شويه، ساعات الدياك بتاعتها مقدمه مش مظبوط، عايز يروح الساعات. لكن في دياك بقى تمام عند اخر ده سويسري. ديك سويسري. الله واحد. فاذا كان بعض المخلوقات بترى الاشياء، يعني الديك ده هيشوف الميه غير ما تشوفها انت، فانت ازاي؟ لان هو بيدرك من الضوء والطيف ما لا تدركه انت. فاذا كان الحاجات دي كلها شايفينها وعارفينها، تيجي بقى في الاخر تقول اصل انا مش شايف ربنا، يبقى ما فيش ربنا، يا مجرم، يبقى ده مجرم. على فكره لو مجرم يبقى معناه عاقل ومجرم، هي في الحقيقه يا مجنون. هو الكلام يبقى كده، تقول له يا مجنون،